فقرة بتحكي عن الجمال، عن التراث الدمشقي، يعني دائما بحضور هيك قطاع ما فينا هيك ما نوقف عندها أكيد. ونستذكر أيام شامية، نستذكر البيئة الشامية الدرامية، كنا نشوفهم هدول القصص بالمسلسلات الشامية. هذا التراث بعده عم يصير شغل عليه من قبل شيوخ الكار السوريين، وبقيوا محافظين على البصمة التراثية رغم كل التطور ورغم كل الحداثة. اليوم هاي القطعة موجودة، صح فيها تحديثات، ولكن إذا بنرجع للأصل بنلاقي هنن بعدهم محافظين على هذا التراث، وهذا الشيء أكيد بيساهم بخلينا نقول الاقتصاد المحلي والوطني والسياحة. يا هادي أكيد يا رشا، هي المشاريع الصغيرة كتير مهمة، عم نحكي عن حرف يدوية، يعني عن تراث وثقافة، وأكيد لابد من الحفاظ عليها وتوارثها من جيل لجيل. اليوم عندنا مشاريع عديدة، ولكن رح نحكي عن مشروع فيه لمسات فنية وإبداعية من خلال الشرقيات والأنتيكا وقطع كتيرة وأفكار وتصاميم مشغولة بمحبة و إبداع كبير وإتقان. اليوم رح نتعرف أكثر على هي القطعة المميزة مع ضيفنا، وعلى طريقة صنعها أيضا والمواد الأساسية، مع الحرفي أحمد عداس شيخ كار حرفة الأركت، وعضو في لجنة إدارة هيئة مدربي حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. سعد صباحا. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ويعطيكم ألف عافية جميعا. شكرا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها لتحافظوا على التراث الدمشقي رغم كل الظروف اللي عم نعيشها. بداية خلينا نعطي اسم لهذا المشروع الجميل اللي قدامنا. طبعا نحن بالنسبة لنا بحرفتنا حرفة اليوم اسمها حرفة الأركت، فيما مضى كان اسمها حرفة النقاشين، اليوم اسم العالمي هو حرفة الأركت. نحن بالنسبة لنا لهي المهنة بتعتمد النقش والحفر. فزمان كنا نشتغل بالمطرقة، بالإزميل، بالمنشار القوسي، ومع الأيام بلشت تتعدل الأمور ويدخل مجال الأتمتة سواء كان بالرسم أو بالتجهيزات والأدوات. اليوم الحرفة لا زالت تعتبر حرفة يدوية بامتياز، لأنه لحديت الآن نحن عم نشتغل بإيدنا بالرسم، بنرسم على إيدنا ومننفذ الرسمات اللي رسمناها على الإيد على الكمبيوترات، بعض منا منقصها ومنحفرها، وبعض منا بتصير عملية التجميع. طبعا مثل ما لنا شايفين نحن بالنسبة لنا شرقيين بدمنا، فبتمنى القطع اليوم مشغولة أكيد. تمام، فنحن بيغلب علينا الطابع الشرقي دائما بمنتجاتنا بصنعتنا بحرفتنا. فاليوم لما أنا بدي أشتغل قطعة بدي أتبع مبدأ شيء اسمه عصرنة الحرفة. أكيد زمان كانت البيوت كبيرة، كانت المساحات ضخمة تستوعب التحف الكبيرة العملاقة أحيانا، أما اليوم البيوت صارت أصغر، صار في عناية أكثر بالتفاصيل الناعمة أكثر من أنه تكون القطعة كبيرة وتأخذ مساحة ضخمة. كبيرة فدخلنا بمجال العصرنة، بلشنا نصغر القطعة، بس برضو كمان لا زالت عبق الشرق موجود فيها اللي نحن بنعتز فيه كشرقيين. أكيد، يعني يمكن عم نشوف القطعة يلي مصنوعة من قبل حضرتك، ويمكن ما في بيت إلا موجودة من هاي القطعة. خلينا نوضح أكثر شو هي أكثر الشغلات يلي مطلوبة اليوم من قبل الناس. الحقيقة كل شيء بالنسبة لنا هلا مطلوب، لأنه نحن عمليا منتجنا بده لازم يناسب السوق المحلية، فسواء كانت من تحفة للصمد أو من علبة لحتى يقدر نحط فيها مقتنياتنا، أو أحيانا بعض الحلويات أو أبسط الحلول علبة المحارم اللي شايفينها، ففي مستلزمات استهلاكية نحن قائمين عليها وعم نشتغلها. وبيتم بإيدنا نحن شغلة ناعمة كمان نحن مميزين فيها بسوريا، هو مبدأ التطعيم ومبدأ التصديف اللي مثل ما أنا شايفينه نحن هلأ هون. فهدول الأمور التصديفية كمان بتاخد جهد يدوي وبتاخد وقت طويل، فلازلنا نحن محافظين على الحكي مع هالأيام اللي نحن فيها موجودين. طالما هيك شوي عم نحكي عن التطعيم وعن مراحل العمل، خلينا نحكي عن الوقت. اليوم عم نشوف هيك هاي القطع يعني طعمة بال هاد صدف حجار، ما بعرف شو انتو هو اسمه الرحاج، هو شبيه الصدف. نعم طيب قديه بتاخد هاي القطعة شغل؟ قديه بتاخد جهد منكم ووقت؟
واو جهد كتير. بالنسبة لنا أول شغلة هي مبدأ التصميم، لحتى أنا أوصل لهي لصمم الزخرفة اللي موجودة هي الإسلامية، فأنا وسطيا مع التسهيلات اللي ممكن يقدم لي إياها الكمبيوتر عم تاخد معي يوم أو يومين لحتى أحصل فقط على الرسم. بعد من عملية القص والتفصيل شغلة سهلة، أما عملية التجميع والتركيب كقطعة قطعة كل ما زادت نعومة القطعة أخذت وقت أطول. كل ما صغرت التفاصيل السنتيمتر نحن بنحسبها بياخد وقت أطول معنا، فممكن ياخد له يومين ثلاثة على حسب بقى شو الوضع اللي التحفئة والقطعة اللي بين إيدينا قديش بدها تأخذ. أكيد هي بحاجة لوقت وجهد أكثر من حضرتكم. خلينا نوضح يمكن أكثر، مين أكثر قطعة هيك أول وقت أول قطعة اشتغلتها كانت هيك يمكن البدايات دائما بتترك أثر وبيكون في لها انطباع، شو هي أول قطعة اشتغلتها؟ الحقيقة شغلة صغيرة يعني بدي نوه إلها، هي نحن القمع الطفولي للمواهب. لا لا منعني منه أستاذ. صحيح، يعني ولد يكون مثلا مبدع بمجال الرسم أمه وأبوه لا بدك تطلع دكتور بدك تطلع مهندس بدك الحقيقة هذا الحكي حتى أنا كان من نعومة أظفاري، أنا بالنسبة إلي كنت شغوف بهالمجال هذا. رحمة الله عليه، في كان لنا أستاذ بالمدرسة هو اللي دخلني هالمجال هذا وحببني فيه أكثر، كان عبارة عن إنه نرسم على ورقة ونلزقها على قطعة خشب ونقعد نفرغها بشكل يدوي. هذا الشيء بداياتي. أما بالنسبة للقطع فصراحة والنماذج مثل أولادي بحبهم كلياتهم، ما في عندي قطعة مثلا بقول عنها لا هي جيدة، بس دايما يمكن البدايات بتكون مختلفة. أكيد أكيد، لأنه الموضوع عملية بيجي الصقل مع الأيام. يعني وهي مشكلة نحن منعاني منها الحرفيين، في عنا قاعدة بعملنا الإبداع يقتل الإنتاج والإنتاج يقتل الإبداع. أنا اليوم كحرفي بدي صمم قطعة، بعد ما طلعها وتشوف النور بقول لو صويت هيك لو عملت هيك بدي أعدل عليها. هذا الحكي عم كتر التعديل عم يوقفني عن الإنتاج. وبنفس الوقت بالنسبة للصناعي فهو منتج، لما بينتج بيكفي انه ياخذ التصميم لمرة واحدة ويمشي فيه سيري بهالحالة هي بيطلع. نحن بالنسبة لنا حرفيين دائما متجددين بالإبداع، متجددين بالإنتاج، متجددين بالتصميم. وهون الفكرة أستاذ، بس خليني أنوه على نقطة حكيتها أنه إحنا عندنا عقدة كبت المواهب، يمكن بنتك شيخة كار؟ بنتي حرفية لسه ما أخذت شهادة شيخة كار. شو اختصاصها؟ هي internal design، تصميم داخلي، وبنفس الوقت هي اليد اليمنى هلأ حاليا معي بالمرسم. نحن حرفتنا اسمها مراسم ما هي ورشات، هي اليد اليمنى معي بالمرسم، هي اللي بتشتغل بمبدأ التصميم وقائدة فريق التصميم عنا بالمرسم. موفقين يا رب. دائما وقت منقول شرقيات وحرف سورية، اليوم في بصمة مفروض تكون لإلك بشكل خاص، خاصة بالمنتجات اللي بتشتغل عليها اليوم، ما بتخاف انك تقع خلينا نقول بفخ التكرار، بفخ التشابه بين قطاعك والقطع الموجودة بالسوق؟ شو هي دائما البصمة اللي بتحب تكون موجودة بشغلك الخاص؟ أولا الإتقان هو أهم شغلة، المتانة هي الأمر الثاني. ضغط الرسم أو ضغط الفن مع إنتاج قطعة هشة البنية فهو أمر سيء. هلأ نحن بالنسبة إلنا لما عم نشتغل ببصمتنا، بصمتنا مميزة أول شغلة بالجمال، ثاني شغلة بالمتانة. أما كمان كمتطلبات السوق فنحن كمان بنراعي الامر هذا، شريطه انه ما ينخفض الانتاج او سمعه المنتج. فانا بصمتي دائما بالجوده، المتانه، الجمال. طيب خلينا نحكي عن المواد المستخدمه اليوم، في نقص معين باحدى المواد عم تعانوا اليوم يمكن من صعوبات بهي الحرفه؟ مع الاسف اي كل شيء ناقص، كل شيء الابداع موجود بس اليوم اليوم نحن عم نشتغل بالموجود. صدقيني لو ترجع الأمور وينفك هالحصار الجائر اللي علينا وبإمكاننا أنه نستعمل كل المواد الأولية اللي كنا عم نشتغل عليها رح يكون الإنتاج جمالي أكثر ودقة أكثر ومتانة أكثر.
لحديت الآن نحن عم نعاني بنقص كبير سواء من ألوان الخشب MDF أو الخشب بحد ذاته، منعاني من نقصان المواد اللاصقة، منعاني من نقصان مواد كتير. فمنغتنم الفرصة أن نتوفر هالشيء، يلا فورا أمنوا استلزماتكم، ما بتعرفوا إمتى يمكن بتأمنوا دفعات كبيرة لظروف يعني ما بتعرف شو ممكن يعني ما فيني أقول كبيرة معقولة، لسبب أنه كمان إذا بدي أمن دفعات كبيرة فأنا بهيك حالة تحولت من حرفي لتاجر، فأنا بدي أخزن. أنا صعب علي أني يكون تاجر، أنا حرفي أوكي ماشي بإمكاني أشتغل بمقتضيات اللي موجودة بين إيدي. طيب حضرتك ذكرت الألوان وذكرت الأنواع، اليوم يعني أكثر الناس بتحب هاي الألوان الموجودة قدامنا اللي بتروح على البني المعتق، بتحس بتعطي تقل للقطعة، بتعطي تقل بالبيت حتى يعني، ولكن بنشوف أيضا خشبيات بألوان أخرى، ولكن أنت كحرفي وكحركة سوق خلينا نقول، شو هي أكثر الألوان المطلوبة؟ بالنسبة للمقتنيات الشرقية دائما الألوان الخشبية، الألوان الخشب هي المطلوبة. الألوان يعني صعب أني أعمل رتم شرقي بألوان مودرن، يعني مو معقول حط الأحمر والأصفر لطلع مثلا منتج مثل هاد عجمي، أكيد ما حيكون ما حيلاقي إقبال. بس الناس ممكن أزواء القصة يعني أنه بيتم على غرفة النوم على غرفة الصالون في آلية له، يعني على سبيل المثال من باب الدعابة بالصين صنعوا الغترة اللي بيحطوها أهل الخليج أو الفلسطينية بلون زهر أو أصفر، فطلعت أمر مضحك ما عاد حلو. دائما معروف الغترة بالأسود والأحمر، فشلون صعبتوها أصفر هي ما بعرف صعوها. طيب. فنحن هون نفس الموضوع، ما فينا نتجاوز في حدود بدنا نوقف قدامها. المنتج لما بده يكون شرقي بدي تم عم حافظ على الألوان الخشبية، الألوان التدرجات لون الخشب هذا اللي بيهمنا. طيب منين تستوحي اليوم أفكار هي القطع والتصاميم؟ ممكن تشوف شيء على الإنترنت أو على الواقع، أو ممكن الناس تطلب منك شيء معين وأنت تشتغله؟ خلينا نوضح أكثر. طيب هلأ نحن كمان جينا على فكرة تانية، هي بتعود كمان نفس الموضوع أنه الإبداع اللي عم نقتله بولادنا. اليوم لما بنترك الحرفي لما بيشتغل وحده راح يكون منتج لشيء معين واحد، اما لما بيكون عم يشتغل بنظام فريق عمل فاكيد هذا الامر بيعطيه افكار جديده، روح جديده، تصاميم جديده. اما بالنسبه لموضوع النت فهلا هن صاروا بياخذوا من عنا وبيحطوها على النت، فانا مو معقول ارجع اخذ الشيء اللي انا مصاويه من النت لارجع اصممه. فأنا بالنسبة إلي لما بدي أطلع منتج بدرس حاجتي إله بالسوق، بدرس إمكانية تصنيعه، بعد منا من حوله لقسم التصميم لحتى يزخرفوا يعطوه هالأشياء. خلينا هيك نستعرض شوي هالقطع الجميلة. هلأ أنا هيك تخيل لي إنه هي ممكن تكون علبة حلو. هذا كيس لعلبة حلو، فنحن مشان ما إنه يكون واقف ما يقع. نعم صحيح. فاضي. كثير حلو الفكرة يعني، وبتعطي كمان هيك تقل للكادو. حتى عم نشوف هون هيك حابين اليوم ما مثل ما بيقولوا نستعرض كل القطع، ممكن تكون هيك لعلبة. تمام. كمان ضيافة أو علبة ضيافة، علبة شاي، علبة حلويات، كل شيء ممكن إنه كمان تكون فاضي اسم. نعتذر منكم. نحن بالنسبة قديش يعني فيها تعب مشغول، إذا انتبهنا يعني الكاميرا أكيد عم تاخده، إنه قديه في دقة اليوم بهذا الزخرفة بهذا الرسم، يعني هون عم نشتغل نحن يدوي صح؟ نعم. أولا لما بدي أرسمها رسمناها يدوي. حقيقي. هذا هي العلبة بالذات لحتى تم تصميمها، واليوم شايفتيها بإيدك هيك ككتلة متكاملة، أخذت معي لحد يعني تقريبا حوالي الشهر لحتى طلعت. أما هلأ بالنسبة إلي كتصنيع بكفيني يوم لصنعها، بس لحتى قدرت صممها أخذت معي جد غضون شهر والعديد من التجارب. يعطيك ألف عافية، يعني جدا قطع كتير مميزة. خلينا نجون عند حضرتك نتعرف عنك أكثر. اليوم حضرتك خريج تجارة واقتصاد، شو سبب توجهك اليوم لهي الحرفة؟ في بعد بهذا المجال؟ أول شيء شغفي بالمهنة من زمان موجود، وصح اليوم في عنا فكرة أنه لازم يكون الحرفي فقط جاهل ما بيعرف غير المجال اللي هو عم يشتغل فيه. لا، أنا بالنسبة إلي خريج كلية تجارة واقتصاد، حاصل على شهادة التوفل من المدرسة الأمريكية لتعليم اللغات، تعبان على حالي علميا، سيستم أنالايزر، هذا الحكي كله، التحصيل العلمي شيء
والعمل شيء دائما تاني. اليوم ساحات العمل مفتوحة، الإنسان بيكون ناجح لما بيكون هو مخلص لمهنته وبيحبها، فأنا بحب هالمهنة هي ومغرم فيها، فلقيت نفسي فيها وتميت عم تابع فيها رغم تحصيلي العلمي الماضي. طبعا عم نحكي على شيء مضى عليه بعدكم عشرات السنين. اليوم أعمالكم شاهدي على هذا الإبداع وشاهدي على تعبكم، واليوم هيك مهمتكم هي نقل هي الرسالة للأجيال القادمة. بدنا نشكر هيك هذا الصباح الجميل بحضورك بهذه القطع المتميزة، وشكرا لكل تعبكم، يعطيكم ألف عافية. تسلمي يا رب، والله يعطيكم العافية. وكمان أنا عنا نحن بحاضنة الدمر عنا دائما بنوجهه للجيل الجديد. نحن بحاضنة الدمر منعلم الحرف، نحن شيوخ كار مدربين للمهن، فأي حدا بده يتعلم هالمهن يتوجه لحاضنة الدمر رح يكون في له ترحاب فيه. أكيد. بالختام نشكرك كثير الحرفي وشيخ الكار أحمد عداس، شكرا لك ولوجودك معنا ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا رب. حضرتك بألف خير، شكرا لك، وأكيد تحياتنا لكل العاملين بحاضنة دمر.